السلام عليكم ومساكم الله بالخير. بكرة إن شاء الله تبدأ الدراسة، أتمنى أنكم تمتعتوا بالإجازة. طبعا في كثير سألوني عن تخصصات الحاسب، وزي ما وعدتكم إن شاء الله اليوم راح أتكلم عن تخصصات الحاسب الموجودة في الجامعة، وإن شاء الله يكون يعني ساهم الشيء هذا في تسهيل اختيار التخصص المناسب لك. خلوني أبدأ بالشيء هذا. الثلاث تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات وهندسة برمجيات تقريبا نقدر نخليها على جنب يمين، وتخصص هندسة الحاسب على جنب يسار. الثلاثة هذه فيها فرق شوي بينها وبين تخصص هندسة الحاسب، فرق يسوى يعني. نقدر نقول ان الثلاث تخصصات هذه تهتم اكثر بجانب السوفت وير او البرامج، بينما تخصص هندسة الحاسب يهتم اكثر بجانب الهاردوير او العتاد نفسه. يعني تخيل قدامك كمبيوتر او قدامك جوال مثلا، الجوال هذا فيه هاردوير، في جواه معالج، دوائر كهربائية، أشياء كثيرة، بالإضافة إلى أنه المعالج هذا فيه نظام تشغيل وفي برامج تشتغل عليه. فالثلاث تخصصات العلوم والهندسة البرمجيات ونظم المعلومات تهتم أكثر بالسوفتوير، بينما هندسة الحاسب تهتم أكثر بالهاردوير. خلونا نبدأ من الموضوع، من الشيء هذا ومن النقطة هذه. لو رحنا للجامعات برا، يعني برا السعودية، وخلونا نتكلم بالذات عن الجامعات الأمريكية والجامعات الأمريكية الكبرى يعني والعريقة في مجال الحاسب وتخصصاته، راح تلاحظ تقريبا عندهم غالبا قسمين. تجد ان عندهم قسم علوم حاسب، وهذا يضم كل الاشياء اللي تندرج احنا عندنا تحت هندسه برمجيات ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، وبالمقابل تجد قسم لهندسه الحاسب او تجده مدموج مع الهندسه الكهربائيه، وهذا يضم عندنا الاشياء اللي يدرسونها الطلاب في هندسه الحاسب وفي الهندسه الكهربائيه عندنا المختصه بالالكترونيات، بتصميم المعالجات وما الى ذلك. فهذا شيء مهم جدا، بينما احنا عندنا لا، صار في تفصيل شوي في الاقسام. لكن التقسيم اللي انا قسمت لك اياه تو هذا مبني على انه الجامعات، معظم الجامعات، كثير من الجامعات العالميه او تقريبا معظم ما اللي انا شفت تقريبا يقسمون التقسيم بالطريقه هذه. بشكل عام اي سواء تخصصت اي تخصص من التخصصات الاربعه اللي ذكرناها، أنت طبعا لازم بالتأكيد راح تدرس برمجة أو أسس البرمجة. البرمجة هي أساس الحاسب مهما كان تخصصك، سواء هاردوير أو سوفتوير، فلا بد أنك تدرس برمجة. وأغلب الجامعات في السعودية اللي أنا لاحظت يدرسون دائما برمجة واحد، تكون غالبا بالجافة، يمكن بعضهم يدرسون لغة سي أو سي بلس بلس، وفي قليل جدا يمكن جامعة أو جامعتين لغة بايثون، فتلقاهم يدرسون برمجة واحد، يدرسون برمجة اثنين، وبعد كذا يدرسون الداتا ستراكشرز أو تركيب البيانات. هذه المواد تلقاها في كل الأقسام تدرسها، وهذه مواد أساسية ورئيسية مهما كان تخصصك. ولا يمكن، أنا شخصيا ما يمكن أتصور شخص يطلع يقول أنا تخصصت في تخصص واحد من التخصصات الأربعة بدون ما يكون فهم الثلاث مواد هذه، لا يمكن نهائيا. زين، فهذا شيء مهم جدا 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 في موضوع التخصصات في الحاسب. طيب الآن وش اللي يجي بعد المواد هذه، المواد الأساسية والرئيسية؟ خلونا ناخذ اول شيء هندسه الحاسب، بحكم انها تهتم اكثر بالهاردوير. طبعا انا شخصيا ما تخصصت هندسه حاسب ولا درست الا اشياء بسيطه في هندسه الحاسب، لكن من الكلام اللي انا سمعته من الزملاء، ولما كنا ندرس حنا في الجامعه درسنا العلوم، صراحه كان عندنا مواد من هندسه الحاسب كثيره، كان برنامج العلوم 5 سنوات طويل جدا، برنامج علوم الحاسب، فدرسنا بعض مواد هندسه الحاسب. فتلاحظ ان هندسه الحاسب تركز على اشياء مثل الديجيتال ديزاين، اللي تصميم الدوائر الرقمية، الدوائر الإلكترونية. تلاحظ أنها تدرسك حاجة مثل معمارية الحاسبات، تلاحظ أنها تدرسك أشياء زي سيجنال بروسيسنج، معالجة الإشارات، تهتم كثيرا بالشبكات، وإن كانت اهتمامها بالشبكات على عكس علوم الحاسب مثلا والتخصصات الثلاثة الباقية تهتم أكثر بالهاردوير حق الشبكات. لما تدخل هندسة الحاسب بتلاحظ أنه كثير من موادك لما تروح للمعمل تشتغل على أشياء ملموسة قدامك وليس على برمجة. فيها طبعا برمجة، أنا ما أقول البرمجة شيء أساسي ورئيسي، لكن في جزء منها رئيسي وأساسي اللي هو تشتغل على الدوائر الكهربائية والدوائر الإلكترونية. فبتلاحظ الشيء هذا في المعامل في مواد هندسة الحاسب. أنا شخصيا زي ما قلتك خدت مادة قبل أو مادتين على الديجيتال ديزاين، واشتغلنا على الموضوع هذا في المعمل، لكن لاحظت أن الزملاء اللي كانوا يدرسون في هندسة الحاسب كانوا يأخذون المواد هذه بشكل أكبر بكثير وبتعمق أكثر، يأخذون مثلا الأشياء المتعلقة بالدوائر الإلكترونية، ما يبقى فقط الدوائر الإلكترونية في المعالج، وأيضا ممكن يأخذون دوائر إلكترونية خاصة بمعالجة الإشارات، بالسيجنال بروسيسنج يعني بالتواصل، الاتصالات، الكوميونيكيشن، الأشياء هذه.
وفي اشتراكي طبعا مشتركة مع الهندسة الكهربائية، هم قريبين أكثر الهندسة الكهربائية يمكن من قربهم للحاسب أو علوم الحاسب.